كما أكد سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة وبالتحديد على مستوى البلديات شهدت زيادة في مستوى كفاءة التحصيل من خلال الالتزام بخطة برنامج الحكومة، ما انعكس على الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين. لم تكن هناك أي زيادة في الرسوم البلدية، أحب أؤكد عليها. هذه الزيادة في كفاءة التحصيل وزيادة الإيراد من خلال الرسوم البلدية المعتادة طبعا انعكست ولا زالت تنعكس على خدمات بلدية إضافية، بالإضافة إلى الأمور الطبيعية أو الأمور الاعتيادية من حكم اختصاص البلديات في الخدمات البلدية، على سبيل المثال ومن أهمها مثلا خدمات النظافة.